ليس كل أهل الكتاب على حد سواء. أنت مهما كان انحرافات البعض منهم لا ينبغي لك أن يدفع بك الهوى والتعصب والعنصرية لأن تنظر إلى كل الفئة أو الطائفة أو أصحاب الدين بمنظار واحد. أنت تؤمن بالله، أنت تؤمن بمبادئ القرآن، والقرآن حرم الظلم وحرم التعميم لأن التعميم ظلم، والظلم قد حرمه القرآن. لا عليك من الوقوع في ظلم من يخالفك، مبدأ مرفوض تماما لا يقبله القرآن. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. الظلم ظلم سواء أوقعه مسلم أو غير مسلم، والعدل عدل سواء كنت تطبقه مع مسلم أو مع أحد يخالفك في دين أو غيره. هذه قيم لا يختلف عليها البشر، هذه قيم جاءت بها الكتب السماوية وعلمني عليها القرآن.